فلاحك ونجاحك وصلاحك هي أن تكون بداية يومك بداية مشرقة، بداية ناجحة، ألا وهي أن تبدأها بصلاة الفجر. وهذه الصلاة العظيمة، صلاة الفجر، أجرها عظيم وفضلها كبير عند رب العالمين. فقد قال الله تعالى في محكم التنزيل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. فهذه الأحاديث والنصوص بمجموعها تدل على عظم هذه الصلاة وفضلها الكبير وأجرها العظيم عند رب العالمين، فهي تشهدها الملائكة، ومن صلاها فهو في ذمة الله. فلا تفوت هذه الصلاة أخي في الله، ولا تنام عنها، واحرص على القيام لأدائها مع الجماعة، واحرص على أن تؤقت ساعتك على هذه الصلاة، وألا يفوتك هذا الأجر العظيم لكي لا تخسر يومك. فمن لم يصلي الفجر في وقته خسر يومه من البداية. وأعظم الصلوات التي تصلى في وقتها، يقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فمن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. فصلاتك نجاتك، تنجو بها يوم القيامة. ولذلك يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من حافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها كن له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا وحشر ولا برهانا يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. نسأل الله العفو والعافية. فحافظ على الصلوات في وقتها أخي في الله، ولا تفوتها. نسأل الله أن يعيننا وإياك على أداء هذه الصلوات في وقتها، وألا نخرجها عن وقتها متعمدين أو متكاسلين.